بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى تعيين دالة تآلفية للرابعة متوسط. سوف نرى في هذا الدرس أولا بالتهيئة، وضعية تعلمية، ثم حوصلة وأمثلة وتطبيق. لنبدأ الآن مع تهيئة. سوف نذكركم في هذه التهيئة على دروس درستمونها سابقا. مثلا درسنا سابقا أن الدالة الخطية هي دالة تكتب منها على من هذا الشكل AX، هذه تسمى دالة خطية، بحيث أن AX هي صورة X بالدالة F. رأينا هذا الشيء، ورأينا عندما نقول أحسب صورة عدد بالدالة F معنى ذلك العدد نعوضه في مكان X، وعندما يقول لي عين العدد الذي صورته، عين العدد الذي صورته بالدالة F معنى ذلك العدد نعوضه في Fx ونجد من ذلك X. هذه الأشياء درستمونها في الدالة الخطية، وسوف أذكركم بحل معادلة لذلك لأنه سوف نحتاجها كثيرا. مثلا تكون لدينا معادلة من هذا الشكل، مثلا 3x ناقص 2 تساوي 4. مثلا لكي نحل هذه المعادلة ماذا نفعل؟ نأخذ الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف. 3x ناقص 2 نأخذها من الجهة الأخرى تصبح 4 زائد 2، فتصبح 3x تساوي ماذا؟ تساوي 6، وx تساوي ماذا؟ هنا حالة ضرب، تصبح 6 على 3، وx تساوي ماذا؟ 2. بهذه الكيفية لكي نقوم بحل معادلة. الآن سوف نذهب لنرى الوضعية التعلمية. ركز جيدا معي في الوضعية التعلمية لكي نفهم الدرس. تعيين الدالة التآلفية. توظف مؤسسة اقتصادية عمالا وتقترح على كل واحد منهم أجرة يتم حسابها بالصيغة التالية: أجرة قاعدية شهرية قدرها 35,000 دينار، يضاف إليها 185 دينار لكل ساعة إضافية منجزة في نفس الشهر. أولا، إذا أنجز عامل 10 ساعات إضافية، تحقق من أن أجرته لهذا الشهر تساوي 36,850 دينار. 2 ألف، أنقل الجدول التالي وأتممه. معنى هذا الجدول يحتوي على عدد الساعات الإضافية والأجرة الشهرية بالدينار. باء، هل الجدول المقابل جدول تناسبية؟ اشرح إذا كان هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية. 3، نسمي إكس عدد الساعات الإضافية التي أنجزها عامل، عبر عن أجرته أس إكس بدلالة إكس. 4، كل دالة من هذا الشكل حيث A و B عددان معلومان تسمى دالة تآلفية. ألف، هل الوضعية المقترحة تعرف دالة تآلفية؟ لنبدأ الآن بحل هذا النشاط. توظف مؤسسة اقتصادية عمالا وتقترح على كل واحد منهم أجرة يتم حسابها بالصيغة التالية. معنى هذه المؤسسة الاقتصادية تضم عمالا وتقترح على كل عامل أن تمنحه أجرة. أجرة كيف ذلك؟ بالصيغة التالية. ماذا تقول تلك الصيغة؟ 35 دينار شهريا، معناه كل شهر يتقاضى 35 دينار شهريا. يضاف إليها، ولكن يضاف إلى هذا الراتب ماذا يضاف إليه؟ 150 دينار لكل ساعة إضافية منجزة في نفس الشهر. معناه في هذا الشهر إذا هذا العامل أضاف ساعة عمل يعطيه 150 دينار، 185 دينار. أضاف ساعتان معناه ساعة في 185 إلى غير ذلك، معناه هكذا يتقاضى هذا العامل 35 دينار هكذا، هذا شهريا. هذا هو أجره، معناه كل شهر يأخذها هذه دينار، ولكن هذه 35,000 دينار يضاف إليها ماذا؟ إذا أضاف ساعة إضافية، معناه هذا الشهر ونضيف له ماذا؟ نضيف له 185 دينار. إذا زاد هذا الشهر نضيف إليه هذا، إذا زاد ماذا؟ ساعة واحدة. أما إذا زاد ساعتان ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل أنه هنا
نضربها في 2، معنى هذه 185 نضربها في ساعتان، إذا زاد 3 ساعات معناتها 3 ساعات تضرب في 185 وتضاف إلى هذه، معنى هذه يأخذها وهذه إذا ما أضاف ساعة أو ساعتان أو غير ذلك. الآن لو لم يضف أي ساعة معنى هذه تذهب في الصفر، معناه لا تضاف إليه أي أجرة. هذه هي الوضعية، هذه هي الصيغة التي تبنى عليها كيفية أخذ الأجر في الشهر. لاحظ جيدا، إذا أنجز عامل 10 ساعات إضافية، معناه ما رأيكم لو أن هذا العامل كم أضاف؟ 10 ساعات إضافية، تحقق من أن أجرته لهذا الشهر تساوي 36,850. معناه ما رأيكم أن هذا العامل، لاحظ لكي تكون الأمور واضحة، أجرة العامل، هذا العامل ماذا يأخذ؟ يأخذ ماذا؟ 35,000 دينار، هذه يأخذها سواء أضاف ساعة إضافية أو لم يضف، هذه أجرته يأخذها. إضافة إلى ذلك هذا العامل ماذا فعل؟ أضاف 10 ساعات إضافية، وهو في الساعة الواحدة يأخذ 185، معناه في ساعة واحدة يأخذ كم؟ 185 دينار. معناه في ساعتان ماذا يأخذ؟ يأخذ 185 في 2 قسمة 1، هذه قسمة 1 يمكن الاستغناء عنها. لو قال في 3 ساعات ماذا يفعل؟ 185 في 3، في 4 ساعات 185 في 4، في 5 ساعات 185، هكذا ودواليك. معناه هنا كم لدي في من ساعة؟ 10 ساعات. هكذا معناه أجرة هذا العامل ماذا تفعل؟ ماذا نفعل لكي نجدها؟ هذه 35,000 دينار، ونضيف إليها ماذا؟ نضيف إليها 185 في ماذا؟ في 10. هكذا بهذه الكيفية، هذه هي المبلغ الذي يأخذه في 10 ساعات، 185 في 10 بهذه الكيفية. الآن ونقوم بالحساب 185 في 10. الآن لو نقوم بالحساب لكي نجد أجرة هذا العامل، قال تأكد أنها تساوي هكذا، أتوا بالآلة الحاسبة. هنا الأولوية لماذا؟ الأولوية للضرب مباشرة، نقوم بالآلة الحاسبة ونقوم بحساب 185 في 10، والناتج نضيفه إلى ماذا؟ إلى 35,000. سوف تجدون النتيجة كم؟ 36,850 دينار. قد تأكدنا، لو تأتون بالآلة الحاسبة وتقومون بحسابها سوف تجدون هذا الراتب بهذه الكيفية. الآن 2، أنقل جدول التالي ثم أتممه. سوف نقوم بإتمام هذا الجدول. الآن لاحظ جيدا ماذا سوف نفعل. هذه 35,000 دينار إضافة إلى 185 في ماذا؟ هذا المكان هو عدد الساعات الإضافية. إذا أضاف ساعة نضرب هنا في ساعة، إذا أضاف ساعة نضرب في ساعة، إذا أضاف ثلاثة نضرب في ثلاثة، وهكذا. الآن ننقل جدول عدد الساعات الإضافية، معناه هذه عدد الساعات الإضافية هي التي تأتي هنا، هذه هي التي تأتي هنا بهذه الكيفية. وماذا؟ والأجرة الشهرية. لاحظ جيدا، لاحظ في عشر ساعات عندما وضعنا هنا 10، لاحظ جيدا ماذا وجدنا؟ أجرته الشهرية ها هي. الآن في 5 ساعات، معناه هنا 5 ساعات هكذا، معناه نقوم بالحساب هكذا، هنا في 5 ساعات ونرى كم نجد هنا. سوف الآن نقوم بحسابات. الآن لاحظ جيدا بعلم الحساب، عندما نضع هنا 5، عندما نضع هنا 5 في هذا ونقوم بضرب هذه في هذه ونضيف لها 35,000، سوف نجدون 35,925. ثم عندما نضع هنا 8
في هذا المكان نقوم بالحساب سوف نجد هذه النتيجة، ثم كي نضع 12 ثم 15 هذه النتائج المتحصل عليها، معناه هنا نتحصل على 35925 وهنا 36480 وهنا 37120 وهنا 37775. هناك من يأتي ويقول لي لماذا هنا لا نضع الربع المتناسب، نضرب هذه في هذه ونضيف ونقسمها على هذه، معناه لكي نجد هذه ماذا نفعل، هذه في هذه على هذه، لماذا لا نضع الربع المتناسب؟ لاحظ جيدا، لو نقوم بحساب الربع المتناسب هذه مكان كن نضع هذه في هذه ونقسمها على هذه لا نجد نفس النتيجة، لا نجد نفس النتيجة، وسوف نتأكد في السؤال هذا. لاحظ جيدا، تابعوني هنا جيدا، قال هل الجدول مقابل جدول تناسبية؟ لقد أتممت الجدول، أتممت الجدول بهذه الكيفية بالصيغة باستعمال الصيغة. لاحظ الآن جيدا، لكي نعرف أنه تناسبية بطريقة بسيطة، إذا كان معامل تناسبية ثابت، إذا كان ثابت، أنا قمت بحساب معامل تناسبية قسمت هذا على هذا ثم هذا على هذا، إذا لم يتغير معامل تناسبية فإن الجدول يمثل وضعية تناسبية. لاحظ جيدا إلى الحسابات التي تحصلت عليها، لاحظ جيدا، لما قسمت 35925 على 5 معنى هذه، لاحظوا ماذا وجدت، لاحظوا جيدا ماذا وجدت، وجدت هذا العدد، وعندما قسمت 36408 على 8 لاحظ ماذا وجدت، وهنا لاحظ ماذا وجدت، معناه عندما هذا يمثل معامل لما تغير معامل تناسبية معناه الجدول لا يمثل وضعية تناسبية، معناه لو كنت لو طبقت تلك القاعدة الربع المتناسب هذا في هذا وقسمته على هذا لا نجد نفس النتيجة. لماذا؟ لأن الجدول لا يمثل وضعية تناسبية، معناه تلك الطريقة طريقة الربع المتناسب لا نستعملها في جميع الجداول، نستعملها في جدول تناسبية فقط، لا يمكنكم استعمال طريقة الربع المتناسب هذه إلا إذا كان لديكم جدول يمثل وضعية تناسبية مثل الدالة الخطية. معناه هنا ماذا نقول؟ نقول الجدول لا يمثل وضعية تناسبية، والشرح لأن هذا هو الشرح، هذا هو الشرح. الآن لاحظ جيدا، نسمي إكس ماذا؟ عدد الساعات الإضافية، والأجرة نسميها آس إكس، الأجرة نسميها آس إكس. معناه لاحظ جيدا معي، سوف نأخذ هذه الصيغة، هذه الصيغة سوف نأخذها هنا، الأجرة هذه هي الأجرة، هذه كلها هي الأجرة، معناه نسميها آس إكس، هكذا هذه الأجرة آس إكس. وماذا؟ وعدد الساعات بإكس، أين هي عدد الساعات؟ هذه عدد الساعات، هذه الأجرة، هذه الأجرة هي كل هذه، عندما نحسبها نجد الأجرة، وعدد الساعات هي هذه وهذه وهذه وهذه، أين كنت أعوضها؟ هنا في هذا المكان، هنا هكذا، معناه X هي التي تمثل عدد الساعات، معناه هنا نضع X في هذا المكان، نضع X، معناه ماذا تصبح؟ تصبح S X ماذا تساوي؟ تساوي، نستطيع أن نكتبها هكذا، 185 X زائد ماذا؟ 35000. لماذا؟ لأن الضرب تبدأ الجمع تبديلي، الجمع تبديلي، هذه الكتابة أو هذه الكتابة نفس الشيء، الجمع تبديلي. الآن لاحظي كل دالة مكتوبة من الشكل هذا معناها هكذا، AX زائد B، AX زائد B تسمى ماذا؟ دالة تآلفية. لاحظ جيدا، تسمى دالة تآلفية، هذا نوع آخر من الدالة، رأينا دالة خطية، الآن دالة تآلفية مكتوبة من شكل AX زائد B. هل الوضعية المقترحة تعرف دالة خطية تآلفية عفوا؟ نعم. لماذا؟ لأنها لاحظ جيدا مكتوبة من الشكل ماذا؟ AX زائد B، بحيث أن هذه الأ
هي هذه، وهذه ال ب هي هذه، وها هي الزائد، وها هي الإكس. معناه تعرف بدالة ألوفية. معناه اليوم درسنا اليوم هي دالة التآلفية، الدالة التآلفية. معناه نستنتج أن كل دالة مكتوبة من هذا الشكل فهي دالة تآلفية. هذا رمز، وهناك رمز آخر اللي هو ماذا؟ هذا fx يساوي ax زائد b، هذا هو رمز الدالة التآلفية. الآن نذهب إلى الحوصلة. الحوصلة لاحظ جيدا رعي، تعريف أو بعددان. عندما كل عدد x العدد ax زائد b نقول إننا عرفنا دالة تآلفية. يسمى العدد ax زائد b صورة x بهذه الدالة a وb، هما معاملة هذا معاملة هذه الدالة. معنى هذا الـ a والـ b معاملة هذه الدالة. سوف نرى الآن الترميزات كيف نرمز لدالة تآلفية. لاحظ جيدا الترميز. الترميز يرمز لدالة تآلفية بأحد الرموز f g h. إذا كان a x زائد b هو صورة x بالدالة التآلفية f، نكتب f لما نرفق كل عدد x ب a x زائد b، هذا رمز. ونكتب أيضا وهذا رمز آخر، هذان الرمزان تدلان على الدالة التآلفية. الدالة الخطية كانت تكتب من هذا الشكل فقط f x تساوي a x. الدالة التآلفية تكتب من هذا الشكل، مثلا gx يساوي ax ماذا؟ زائد b. هذا الاختلاف الذي يقع بين الدالة الخطية والتآلفية، هذا ال b. الدالة الخطية لها معامل واحد، الدالة التآلفية لها معاملان. لاحظ جيدا، هذه تسمى دالة خطية، هذه تسمى دالة خطية، وهذه تسمى تآلفية بهذه الكيفية البسيطة جدا. لاحظ جيد، حالة خاصة لما ب يكون يساوي الصفر، معناه هذا الب لا يوجد. معناه ماذا تصبح؟ تصبح هذه الدالة تكتب هكذا وتصبح دالة خطية. ولما يصبح، لاحظ جيدا أول شيء، لو يصبح هذا الب لا يوجد صفر، معناه لاحظ جيدا ماذا أصبحت؟ تصبح تشبه هذه، معناه دالة خطية. معناه الدالة التآلفية متى تصبح دالة خطية؟ إذا كان هذا الـ b يصبح يساوي الصفر. وإذا كان الـ a يساوي الصفر، معناه هذا الذي يكون يساوي الصفر، معناه تصبح هكذا gx تساوي ax، هذا الـ a يصبح صفر، والصفر في أي عدد يعطي صفر، معناه تصبح هنا صفر، والصفر زائد b هو b، معناه تصبح هكذا. لما يكون الـ a يساوي الصفر هذا يذهب، تصبح هكذا. هذه تسمى ماذا؟ لاحظ جيدا، تصبح الدالة من الشكل هكذا x عندما ترفق x ب b هكذا، تصبح ماذا؟ تصبح دالة ثابتة. هذه تسمى دالة ثابتة، ثابتة. معناه خلاصة القول، خلاصة القول، الدالة التآلفية مكتوبة بهذا الشكل. إذا هذا العدد كان يساوي الصفر فتصبح خطية، إذا كان هذا المعامل يساوي الصفر فتصبح ثابتة، تصبح هكذا جي إكس تساوي بي، وهذه تسمى دالة ثابتة بهذه الكيفية البسيطة جدا. الآن نأخذ أمثلة لكي نفهم جيدا. لاحظ جيدا fx تساوي ناقص 3x زائد 5. fx لاحظ جيدا تساوي ناقص 3x زائد 5. هذه أولا دالة خطية أم دالة تآلفية؟ هي دالة تآلفية بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنها مكتوبة من الشكل ax زائد b. هذا الـ b لاحظ جيدا، هذا الـ b هو الخمسة، هو هذا الـ b هو الخمسة، وهذا الـ a هو ناقص 3. لا يوجد أي مشكل إذا كان الـ a سالب أو الـ b سالب، لا يوجد. هذه دالة خطية، دالة تآلفية. أعطيكم مثال آخر، gx مثلا يساوي مثلا 4x ناقص 2، هل هي دالة تآلفية؟ نعم دالة تآلفية. لماذا؟ لأنها مكتوبة من الشكل ax
زائد ب. تقول لي ولكن هنا لديك الناقص، ولكن هناك شيء آخر. هذه الناقص هي مكتوبة على الشكل زائد ناقص 2 هكذا، يمكننا كتابتها هكذا. لاحظ جيدا، هذه الناقص هي مكتوبة من الشكل ماذا؟ زائد ناقص 2، والزائد في الناقص أصبحت ناقص، معناه الأ وهذا، والبي هو ماذا؟ هو ناقص 2، هو ناقص 2، والزائد هذه كانت مخفية، حذاري من هذه الأشياء. الآن هذه تسمى دالة تآلفية. مثال آخر، ال إكس مثلا، أعطيكم ال إكس يساوي مثلا ناقص 4 زائد 5 إكس، هذه دالة تآلفية. لماذا؟ فقط عكسنا هذه. ألا نستطيع أن نكتبها هكذا؟ هذا كما هو نرجعه في الأول زائد 5 إكس، وهذا كما هو نرجعه في الأخير ناقص 4. فهذه هي الأ وهذه هي البي، والزائد هي هذه التي مخفية هنا فقط، هذه لكي تتضح الأمور عن الدالة الخطية التآلفية. الآن لدي الدالة التآلفية هذه f x تساوي ناقص 3 x زائد 5. الآن لاحظ جيدا معاملة الدالة أين هما؟ هما ناقص 3 وماذا؟ هو 5، هذا هما معاملة الدالة. صورة العدد صفر، لاحظ عندما تقول لك القاعدة احسب صورة صفر، صورة ماذا قلنا في التهيئة؟ نعوض x بذلك العدد. عندما نقول عين صورة معناه نحسب f ونقوم بتعويض الاكس بماذا؟ بالصفر، هكذا تساوي ناقص 3، وعندما نجد اكس ماذا نضعه؟ صفر زائد 5. هنا سوف نقوم بحساب، لكي تكون الامور واضحة، حساب صورة صفر هكذا. الآن عندما تسترون هكذا ماذا نفعل؟ مكان الإكس نضع صفر ونقوم بالحساب، فتصبح آف صفر ماذا تساوي؟ ناقص 3 في صفر كم؟ صفر. صفر زائد 5 كم؟ هي 5. معناه نقول ماذا؟ صورة العدد صفر بالدالة آف هي آف صفر، وهي كم؟ 5. ماذا؟ هي 5، هي قد وجدناها 5. الآن صورة ناقص 1 بالدالة f، صورة ناقص 1 نقوم بحساب صورة ماذا؟ ناقص 1 بالدالة f. ماذا نفعل؟ مكان الإكس نضع ناقص 1 هكذا تساوي ناقص 3، مثل ما الدالة الخطية ناقص 1 زائد 5، ونقوم بالحساب. الناقص في الناقص كم؟ أولوي للضرب، هي زائد 3 في 1 3 زائد 5، فتصبح f ناقص 1 ماذا تصبح؟ 8. ها هي صورة ناقص 1 بالدالة f هي f لناقص 1، وهي كم؟ 8. ها هي 8. الآن سوف أريكم شيء آخر، نقوم بحساب هنا تعيين، لاحظ جيدا، تعيين العدد الذي صورته. الآن العكس، تعيين العدد الذي صورته مثلا 8، تعيين العدد الذي صورته 8. هنا فرق بين صورة والعدد الذي صورته. صورة معناه هذا الناقص 1 نضعه مكان الإكس. العدد الذي صورته معناه لا نضع 8 مكان الإكس، وإنما 8 تأتي مكان الآف إكس هكذا، مثل الدالة الخطية تماما. معناه تساوي، معناه ناقص 3 إكس زائد 5 ماذا تساوي؟ تساوي 8 هكذا. معناه نحذف الآف إكس ونضع مكانها 8، هذا ما نعني تعيين العدد الذي صورته. عندما ترون هذا السؤال انزعوا الاف اكس وضعوا مكانه 8، وهذا 8 تضعونه من هنا او تضعونه هكذا من هنا، عفوا، او تضعونه هكذا من هنا، نفس الشيء الكتابة السابقة وهذه الكتابة نفس الشيء.
الآن نقوم بحل المعادلة لكي نجد ماذا؟ نجد الـ x، تصبح ناقص 3x تساوي 8، وهذا بما أنه معلوم نذهب من الجهة الأخرى يصبح ناقص 5. فنواصل لنواصل ماذا تصبح؟ تصبح ناقص 3x تساوي ماذا؟ 8 ناقص 5 كم؟ 3. وx ماذا تساوي؟ هنا حالة ضرب تصبح قسمة، فتصبح 3 على ناقص 3، 3 على ناقص 3، فتصبح x ماذا تساوي؟ ناقص 1. معناه نقول العدد الذي صورته، العدد الذي صورته ماذا؟ العدد الذي صورته 8، العدد الذي صورته 8 بالدالة F هو ماذا؟ هو ناقص 1. معناه لاحظ جيدا، صورة ناقص 1 هي 8، ها لاحظ جيدا، صورة ناقص 1 هي 8، وعندما ننطلق من هنا العدد الذي صورته 8 هو ماذا؟ هو ناقص 1. لاحظ العدد الذي صورته 8 هو ناقص 1. هذه فقط شرح لصورة وصورة العدد الذي صورته، لقد تطرقنا إليها في الدالة الخطية. الآن سوف نرى تطبيق. لاحظ نص التطبيق ماذا يقول؟ F هي دالة تآلفية، F هي الدالة التآلفية حيث F x يساوي 1 ناقص 3x. لاحظ جيدا كيف أعطوها لنا، لاحظ جيدا هذه F x، لاحظ جيدا F x يساوي ناقص 1 ناقص 3x، هي نفسها لكي لا تختلط عليكم الأمور، هي نفسها هذه f x تساوي هذه الناقص 3 لو أرجعها من الأول، لاحظ جيدا ناقص 3 x، وهذه بشرط أن أخذ الواحد به بإشارته، هنا إشارة واحد زائد واحد، دالة تآلفية لماذا مكتوبة من شكل a x زائد b، هذا ال b هو الواحد، وهذه ال a هي ناقص 3 فقط، هذه الفكرة. معنى هذه الكتابة وهذه الكتابة نفس الشيء. الآن نواصل، قال واحد ماذا؟ عين معاملي الدالة F. أولا تعيين معاملي الدالة ماذا؟ F. معاملي الدالة F هما معاملا الدالة F هما، أين هما معاملهما؟ هما ماذا؟ الناقص 3 وماذا؟ والواحد، هما ناقص 3 و 1، هذوما المعاملة لأنها AX زائد B، وهي نفسها هي ناقص 3 و الواحد. الآن أحسب صورة كل من الأعداد. الآن لاحظ جيدا صورة، أحسب صورة، عندما يقول لك أحسب صورة معناها مكان الإكس نضعها هذه الأعداد. 2 نقول 2 حساب صورة الأعداد، صورة حساب صورة مثلا أولا الصفر، حساب صورة الصفر بالدالة F. ماذا نفعل عندما نرى هكذا؟ نضع مكان الإكس صفر، معناه نقول F هذه مكان الإكس نضعه صفر، تساوي ناقص 3 مكان الإكس صفر زائد 1، ونقوم بالحساب، فتصبح ناقص 3 في صفر كم؟ صفر، صفر زائد 1 هي كم؟ هي 1، معناها صورة صفر هي كم؟ هي 1. الآن صورة ماذا؟ صورة واحد على 3، فتصبح F ماذا؟ واحد على 3، ومكان الإكس صفر، تصبح ناقص 3 في ماذا؟ واحد على 3 زائد 1، هكذا مكان الإكس وضعت ماذا؟ واحد على 3، ونقوم بالحساب. الآن لاحظ جيدا هذه ضرب هنا على الواحد، معناه ناقص 3 في واحد هي ناقص 3، وواحد في 3 هي كم؟ هي 3 زائد 1، هنا أنني أحل بالتفصيل، ناقص 3 على 3 كم؟ هي ناقص 1، ناقص 1 زائد 1 كم؟ هي ماذا؟ هي 0، معناه F لواحد على 3، F لواحد على 3 هي كم؟ هي 0، معناه نقول صورة واحد على 3 هي ماذا؟ هي 0. الآن صورة ماذا؟ صورة واحد، نقوم بحساب صورة واحد، مكان الإكس نضعه واحد، هنا مكان الإكس نضعه واحد، تساوي ناقص 3 في إكس معناتها ناقص 3 في واحد زائد ماذا؟ زائد واحد، فتصبح تساوي ناقص 3 في واحد كم؟ هي ناقص 3
زائد واحد فتصبح تساوي ناقص اثنان، فتصبح اف لواحد هي ناقص اثنان، صورة واحد بالدالة اف هي كم؟ هي ناقص اثنان. الآن لاحظ جيدا العدد الذي صورته، عندما نسمع العدد الذي صورته قلتها لكم، عندما نسمع هذه ماذا نفعل؟ مكان الإكس الآف إكس نضع الصفر، معناه لاحظ جيدا سوف أمسح هذا السؤال الأول. لاحظ جيدا العدد، لاحظ جيدا العدد الذي صورته، عفوا العدد الذي صورته ماذا؟ هي صفر. العدد الذي صورته صفر بالدالة ماذا؟ اف. دائما قلت لكم عندما ترون هذه الكتابة العدد الذي صورته مكان الاف اكس نضع ماذا؟ صفر، معناه تصبح المعادلة هكذا. لاحظ جيدا هذه هي الدالة، هذه هي الدالة، هذه الدالة، لكي نفهم جيدا ماذا نفعل؟ ننزع اف اكس ونضع مكانها الصفر، هذه القاعدة، ونضع مكانها الصفر ونقوم بحل المعادلة. نأخذ الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف، هذه وهذه الكتابة، هذه الكتابة نفس الشيء، نفس الشيء، الصفر نضعه من هنا ولا من هنا؟ من نفس الشيء. الآن هنا نضع الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف، ناقص 3x يساوي الواحد نأخذه من الجهة الأخرى تصبح ناقص واحد، فتصبح x ماذا تساوي؟ تساوي هنا حالة ضرب تصبح قسمة، فتصبح ناقص 3 الأسفل وناقص واحد، هذا العدد المضروب في x كما هو يهبط إلى الأسفل، فتصبح ماذا؟ تصبح x ماذا تساوي؟ ناقص واحد على 3، لا نقوم بحسابها، لماذا؟ لأننا نحتاج قيمة مضبوطة، فقط ناقص على الناقص ماذا تصبح؟ تصبح زائد، فتصبح واحد على ثلاثة. نتركها هكذا لأننا لو نقوم بحسابها سوف نجد النتيجة 0.333، معناه قيمة غير مضبوطة، معناه عدد غير عشري، نحتفظ به هكذا ككسر أفضل. وهكذا نكون قد أنهينا بإذن الله الدرس، درس تعيين الدالة التآلفية للرابعة متوسط.